خلال كمين بمنطقة قعدة الحجر ببلدية طارق بن زياد بولاية عين الدفلة بالناحية العسكرية الأولى، اشتبكت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مساء أمس مع جماعة إرهابية مسلحة، مما أسفر عن استشهاد العريف المتعاقد زناندا مصطفى أثناء أدائه لواجبه الوطني. وقد اتخذت مفارز الجيش الوطني الشعبي المشاركة في العملية التي ما تزال متواصلة كافة الإجراءات الأمنية اللازمة قصد تطويق وتمشيط المنطقة وملاحقة هؤلاء المجرمين. وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم السيد اللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وذويه، مجددا حرص وعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مكافحة أشكال الجريمة المنظمة حفاظا على الأمن والاستقرار عبر ربوع الوطن.